واو يا سلام، انا هو هالك الاخضر الطيب. انا عايش في هاي الجزيرة الرائعة جدا جدا، جزيرة هالك. لكن انا اليوم غاضب، انا بدي اعرف شو بدي اسوي. لا مش انا مش عارف انام، مش عارف اجلس، مش عارف اتمرن، لانه اليوم انا ما عندي طعام، بدي طعام. شوفوا انا الاوزان تبعتي لما اكون انا ماكل برفعهم، ببلع الاوزان بلع. لكن اليوم انا ما عندي طعام بداخل الجزيرة تبعتي، انا بكون زي المجنون لما اكل. انا لازمني بروتينات، لازم عشان اغذي عضلاتي. اضلني اكل بيض، دجاج، لحم، اشياء قوية. ومثل ما انت شايفين هون هذول، انتوا بتتساءلوا انت شرير يا هالك؟ لا انا مش شرير، هذول اللي موجودين امامكو الان رح اعدد لكم اياهم. هذا الهيكل العظمي هو تشاكي، وهي جراني مومو، وهي هوني جوكر، وهي هوني مين اللي خلينا اتذكر هذا مين هذا مين هذا مين. انا عرفت هذا الجد الشرير، واخر واحد هو سبايدر مان الشرير. قضيت عليهم لاني انا بكره الاشرار، وبحب اني اقطع جسدهم وارمي لحمهم للكلاب. خلينا انا الان بدي اخذ هذول البلوكات، بدي ادور على طعام. انا جائع، انا هو هالك، بدي فيتامينات، بدي بروتينات. خلينا انا الان اوصل طريق، وصل وصل يا هالك طريق، وصل وصل. استنى شوي، مرحبا ثانوس. يا ويلي هالك الاخضر، انت ما بتعرف انه انا وياك اعداء، وانا مرة اتقتلت وتوجهت انا وياك وذبحتك. ذبحتني؟ طيب كيف انا امام عيونك كيف بتحكي ذبحتني؟ لكن انا المرة الماضية انت فكرت حالك انك ذبحتني، لكن انا بسوي العجايب، وطلعت من المشكلة اللي انا فيها ورجعت اقوى، والان رح انقلك الى القبر. شكلك انت مفكر انه انا مثل المرة الماضية، بدك افرجيك حالك وانت بتاكل الضرب مني انا. من مين؟ من مين حكيت لي منك انت؟ نعم طبعا مني. الان انت راح تشوف انا كيف كسرت لك راسك لما تعرف حقيقتك. انت جاهز حتى تشوف نفسك وانت بتموت؟ لا انا مش جاهز يا عويلي. خلينا نشوف احنا مع بعض في هذا الاشي اللي بده يحط هاي الصورة. يا ثانوس انا راح ادمرك تدمير، ماشي؟ يلا شوف. وين نعم وين ذبحتني؟ ما ذبحتني، كنا انا وياك نتحارب، كنا نتحارب. نعم كنا نتحارب، بس انا في يومها كسرت لك راسك. حابب لسه تشوف اكثر واكثر؟ انت الان راح تندم. طلع 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 هون، خلينا نشوف. يا ويلي هاي المقاتلة اللي بيني وبينك. شايف؟ شايف كيف انا الان راح ارجع الماضي، لكن راح اقتلك. خذ هون، شفت كيف انا بتفادى الضربات وضربتك على ركبتك كسرت لك راسك؟ يلا الان راح يصير نفس الاشي، خذ لك هاي وهاي. لا مش راح يصير نفس الاشي، انا راح ادمرك. ضربي من هون، ضربي من هون، ضربي من هون، ضربي من هون. ايوه اقوى، انت شكلك متدرب. بالتاكيد متدرب هذا، وانا مش ماكل. بدي بروتين، بدي بيضة. خذ لك هاي، خذ لك هاي، مثلك، يمين يسار فوق تحت، يمين يسار فوق تحت. بدي اضربك، بدي ادمرك، بدي افجرك يا ما راح تقدر. انا هو ثانوس ملك الشر، انا اخذت القفاز الشرير وحطيته على ايدي حتى اصير اقوى واحد على وجه الكرة الارضية. بوم بوم بوم، يلا ندمره. هيو على الطرف، هيو على الطرف، راح اوقعه وراح اقتلك يا ثانوس انت والاحجار الكريمة اللي موجودة فيها الكف تبعك. لا ويلي، لا راح اوقع شكلك. اوقع. واو مات الغبي وما راع على المياه، قتلته قتلته. وهذا الفيديو راح يروح، شوفوا كيف كان هو اقوى مني، لكن انا تمرنت وتدربت ورجعت له وقضيت عليه. لا هذا اللي اسمه ثانوس البنفسجي الشرير اللي في كفوفه احجار كريمة تخلي اخوة
أقوى وأقوى. يلا أنا الآن خليني أبدأ أكمل توصيل وبدي أشوف مين الجزيرة اللي بعد هاي. يلا 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 هيني أنا بوصل وهيني وصلت. استنوا استنوا شوي مين هذا؟ ها 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 يا سلام يا سلام، هيني الآن دفنت هذا الشخص في هذا القبر. بدي أسكر هذا التابوت وبدي أنساه. هذا الطفل اللي ذبحتهم هذول أطفال، وهذا الأب اللي ذبحته، ويلا هيني سكرت عليهم. راح أبقى أنا مالك الشر هالك الأحمر. مالك الشر، أما أنا بام إيه؟ هالك الأخضر الذي سوف يقتلك قتل يا هالك الأحمر. يا ويلي، شو اللي جابك لهون؟ شكله انت جيت على المكان الخاطئ، لانه انا اقوى منك واشرس منك. هاي احنا دائما بنتحارب لكننا دائما نتعادل مع بعض. تعال هون يمكن اليوم يكون غير. بدي اقول لك شغله، انت شكلك ما بتعرف القوه تبعتي. بدك فرجيك وانا بذبح فيك. ها 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 انا اللي بدي افرجيك وانا جالس بذبح فيك. هي هي راح افرجيك وراح اذكرك انا ايش سويت فيك ايام زمان لما ضليت اطحن فيك طحن. شكلك عامل حالك ما بتعرف تطحن. يا ويلي هذول بدهم يذكروني ايام ما اتمرن كويس. خلينا نشوف. يا ويلي شايف جاهز؟ ايه خلينا نشوف. هيا يلا شوف شوف شوف. ولك هذا انت احول. ولك ولك هذا مش انا. هذا انت. ركز ركز. هيك والله بشبهك بشبهك. بشبهني بس مش انا. كمان احول انت. مشبه عليك. انا اسف مشبه عليك. معناته انا وياك لسه ما تقتلنا. نعم احنا الان رح نتقاتل ونشوف مين الافضل. تعال تعال لون. يا ويلي فقط لو اني انا ما اخذ فطوري الصباحي وهو البيض والبروتين كان دعست على راسك. وانا كمان كان فغصت ببطنك ودعست على عيونك يا غبي. يا ويلي يعني انت لسه مش ماخذ يعني بروتيناتك؟ لا مش مفطر. خليني اجي انا هون. يا سلام شايف لون. دخلت في المسبح اللي بنقلني للاعلى. فكرني بموت فقط بهاي الحركة. يا ويلي بتعرف شغلي انا بس لو اني ما اخذ البروتين كان دعست على راسك. بس انا المشكلة مش مفطر مش مفطر. ولا انا مش مفطر. لازم ندور على افطار. طلع طولي مثل طولك وانا جالس عشان تعرف انه انا باكل بيض اكثر منك. يا ويلي اسكت. بدك ارجيك اخوي. اخوك مين؟ اخوي هالك الاحمر. كبير كبير حجمه، هو حجم نخلة. طيب فرجيني فرجيني. يلا راح افرجيك بس لا تخاف. يلا اتفرج على هاي الجهة شوية. يلا يلا خليني انا اجي هون. ايش يا ولي انا بدك ترجعني على جزيرة ثانوس واشوف القتال اللي ما راح اشوف. يلا خلص تعال تعال شوف اخوك تعال. هذا مين؟ هذا اخوي. اوه يا سلام يا سلام بحب الكانديز. بس شكله مش شرير. نعم هو يعني لساته بتعبى ويعني بترمم وبتزبط وهيك يعني لساته بتعلم. طيب خلص انساك منه. تعال تعال بدنا نفطر احنا بعدين نتبارز وبدنا نشوف مين الافضل. ماشي يلا. طيب بدي اشوف مين الاقوى. انا ولا انت يا هامل؟ تحدي البيض. نعم ايه بيض مع صفار ولا بدون صفار؟ مع صفار. هاي هاي البيضة مسلوقة عن 5 دقائق، هاي 7 دقائق، هاي ربع ساعة. شوف هاي هاي مثل ما بحبها واحد اسمه سعيد. شوف 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 هاي هاي شوف شوف هاي. سعيد سعيد بطنه فلات. يا سلام والله مثلها يعني سائل. يلا 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 هاي جهة الحمراء وهي جهتك الخضراء. بدنا نشوف مين راح يخلص البيض اول. يلا كل واحد على القسم تبعه وبعدين ننطلق. ماشي الى الثلاثة بدنا ننطلق ونبلش ناكل في البيض. ماشي 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 ماشي. يلا واحد اثنين ثلاثة. خبل 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 صفوف. يا سلام يا سلام يا سلام. مين فليك؟ خبل نم 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 خبل نم 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 خبل نم نم. خلص. طيب يا غير طلعت طلع البيض لعندي شكله مش مسلوق كويس. سحلته سلح الآن.
راح نتبارز. يا ويلي يلا تعالوا يا اخوي ساعدني يا اخوي، يعني بس انت حاشم على الفاضي. بدك تندس بدك تندس بدك تندس يا ويلي. خلاص خلاص يا صديقي هالك، شو رايك نروح يعني تروح تعلم مع اخوي احسن؟ بدك تبطل شرير؟ خلاص ماشي ماشي راح ابطل شرير خلاص. خلاص تعال تعال نشوف اخوي تعال. يلا يا اخوي يعني انت يعني كل هذا الحجم على الفاضي، والله لا تصير شرير والله لا تدعس هالك دايس. ايش بتحكوا لا؟ يا ويلي يعني بس لو انه صير شرير. انا بحبك يا هالك بحبك يا هالكوكي هلوكي هلوكي. يا ويلي خلاص انا اعتزلت الشر، بدي اصير يعني طيب مثل اخوي باكي صرت بحجمه، وبعديها رح نتبارز ونشوف. ماشي 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 يلا تعال نسبح. طيب يلا خلينا نسبح. وي ها 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 ها.